نقعه بعدين يا تنقيح بتطبخه مع حمسة بصلة وبهارات. طيب ابو علي تعال إيه. ما اقدر والله. كيف ما تقدر؟ تعال ما اقدر خلاص شي. لازم ارتاح بعدين اكل. احمد تعال خلينا نرتاح مع الشيء. يلا بالعافية يا شباب، بالعافية ان شاء الله. ابو سعد لا تخاف على بطن اخوك، لا افرمها لا افرم، لكن والله سبحان الله خايفين عليه بعد ما فرمكم نص على الصحن الثاني. تعال عندنا يا رجال، الدجاج عندنا، الدجاج عندنا يا رجال واجد، انت ايش فيكم؟ تعال كلوا بالله. ايش رايكم بالبهارات الموجوده؟ خلاص الحمد لله، هم عندهم حركات والبصل المقلي. يا حبيبي شره العاشق كبيره. ليه وانا هذه كلمات ترجع؟ طيب يا حبيبي شره العاشق كبيره، حدك تقول لي النعمه اذا قلتها كلام ولا لا يا ابو سعد؟ صح ولا لا؟ انت وش صح يا ابو تدري عشان تجهز لي امور؟ والله رضي من اللحم، شم لحم. نعم لحم الدجاج. والله ان بطني فل، لكن والله ان شوفتكم تخلي الواحد تنفتح نفسه. اشهد علي الله يا ابو سعد، ليش ما قلنا منور منور اليوم؟ منور محلو يا ابو. خله الدجاج تصنف من اللحوم ولا من اللحوم؟ اخر مره فاقدين الكافي اللي انتخبته. يبان راح، يبان اكلات اللحم. يقول اكلات اللحم هذه ما تصنف من اللحم قدام. ها على طول والله قدامنا جاهزه. جاي لي مستوفى انا مبطي ما جيت. لا من بعدين الله يبقيك يطول عمرك. هذه بعد البرنامج تربى مره واحده. ها نجي بعد البرنامج وانا طلع نروح ان شاء الله الشرق الاوسط. وقيم عندهم اول مهرجان لحم غنم دجاج. اول مهرجان يكتب لحم دجاج كان وسط صغير. اول مشهور واول مشهور حمام والله يكتب لحم يعني بدا يوم. وكان في تكريم منهم بيض الله وجهه. تلقى مسط عند بالهم اللي والله ما يشتغل. ما شفت مسط والله هذا المتعارف عنده. مسط ما شفت عند، احسه هو صغير. كان هذا يسمى قبل يا حبيبي لحم. تسمى لحم 18. هذه تسمى لحمه. الدجاجة هو النفس الحيوان. والله العظيم بس ودي عارض. هذا هذا لحم هون. لحم غنم لحم دجاج معروف. إيش قومك؟ والله على جنبي. عظمه ها. خلنا نقول والله. قطع لي يا شباب تغدوا شو؟ شغلهم كيفات يا ولد. ها؟ ما في كيفات. شيتن. كيف البهارات؟ 100% صرة. ما في مثلها. دبل 17. كم الخصم؟ صرات تبيك من الفرة. شباب الحين انا اذا دخلت الكود حق المتاجر يعطيني خصم؟ ايه. هل الخصم موحد النسبه؟ لا لا، بس عندك نوتس بوكس يعطيك 15%. كل مجرة غير انك تسافر واجد. كم توصل؟ اكتفيت بكويس الكربع ساعه. 50% كود الزعفران مع الكود الخصم 50% هديه توصل. بالله ما تلقى زين. عطني طيب الخصم عندنا يصل 20%. شوف ما تلقى اكثر من كذا. لا هو جاكم الشربي على انت ما تمسك خطوط احيانا افرض كنت بتروح تربى يبقى كنت مكسرات 15%. من اشتري اشتري من المتجر يا اخوي اشتري وقل يا اخوي. الله على طاري ثلاث تسعات انا موقع معك كم شهر؟ كيف وقعت معك؟ قصتي قصه مع ثلاث تسعات. والله العظيم انا كنت في طالعين كاشتين في بدايه الشتاء. المهم اخوي يحبك الشاي حبك، واي واحد يصلح الشاي، لكن فيه شاي يجي عليه يعني نعم جمري شيء. المهم انه هو يحب الشاي ثلاث تسعات، والله ما اتفق معي ولا عقدنا ولا كتبنا اي شيء. ولا ادري عنه ولا ادري انه في السوق، ادري انه مشهور ثلاث تسعات لكن ما هو بعلم. المهم اصور اخوي قلت يعطيك الف عافيه. كان البريق عنده من هو ما هو كل يوم يحط عليه ذا الجمر سود البريق طالع عليه اللي طالع منه لبتن ثلاث تسعات. اي والله صورته ما انتبهت للعلامه. ترى طلعت اعلام الورقه يعني الورقه هذه جت عليها مشاهدات عاليه ما شاء الله. يوم خذينا الشركه نفسها ثلاث تسعات تواصلوا مع المنسق. اي والله قالوا مالك المتجر او مالك الشركه يبغى رقم مفلح. الله ايوه عطاه الرقم كلمني مسي عليه بالخير ابو راشد هذا العتيبي الله يرحمه ونعم الرجل اي بالله قال مساك الله بالخير. قلت مساك الله بالنور. قال اول شيء بيض الله وجهك. قلت على وش؟ قال انت صورت. قلت والله ما ادري. قال لا صورت والحين طال عمرك عندنا تدشين عشاء ثلاث تسعات الاسبوع الجاي ونبي شله في ثلاث تسعات ونبي الاعلان للعشاء وبوقع معك كم شهر الشاهي. قلت الله يطول عمرك ابشر.
وللأمانة يا جماعة الخير والله يا بيتي والجماعة أنه ما يستخدمون إلا أكثر شيء ثلاث شاهي ثلاث تسعات إلا إذا خلص المنتج. فشاهي طيب للأمانة شهادة حق والله الشاهي طيب الشيء اللي أنا قاعد أواجهه الشاهي طيب وانت طيب يا أبو الله يطول العسل ممتاز وراعي الشاهي والعسل طيب يعني وين تلقاه؟ ان بغيتها من معلني ولا ان بغيتها من صاحب وش قال تمسك خطوطه ايش؟ نتس بوكس انا مات حتى هذا ترى كان يتواصل معي لكن جوالي مقفل ايش نتس بوكس؟ هذا مكسرات مقرمش شلون اكس لا حول الله شيء بعيني ما يدري عنه والله هذا طعم بالله الحين بسك سؤال افرض فرضا تبي تروح مثلا ارسلوك تبي تجيب مقرمش تصدق اني انا ما تابع فيلم الا لازم اكون مكسرات اها سبحان انا ما تابع فيلم الا ما اكون الله طيب اسمع نتس بوكس جاهز رخيص والله 500 15% ما خلصت انا اختلعت تقول 500 طيب اي والله ها اطول شميم ثبات يوم ونص او يومين كذا فواح بالله اي والله الله عطورات فرنسية ولا ثابتة عندنا عطورات وعندنا عطورات يبيك شواحن جوال بعد يا ابو ترى من عند الرجال يا جماعة اللي مشاهدين الكرام بالله اشتروا من متاجر الشباب اليوم اشتروا نبي اللفن يرتع يا 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 شواحن جوال اي بالله يحتاج الرجال يسافر ريفي لابد ياخذ الشاحن ما في فايدة انا عاد احب الكليجة خسرة من فكيت الكليجة طلع الدبس مبلح فن الصمام الايسر بيض الله وجهك جماهير نشري من الاغراض ان نسبه من شراياهم تجي لنا نحن في حسابنا يعني يوم بيخلص ان متسابقك اللي تشجعه راح يحصل له نسبه من مشترياتك انت من مشترياتهم للمتجر تحصل لك انت كم متسابق تحصل لك الحين متجرك وش انت يا ايكلين حاليا ايكلين حق المنظف القلوب الله يجيب عليك خوينا لا تحتاج يعني العافيه تحتاجه ها حد عندك تبغى تنظف لك قلبه واجد بعطيك بعطيك بكتين ولا ثلاثة كه الله ينعم عليك يا صلح مرتب السيارة ها مرتب السيارة كل شيء كل شيء والله والله كل شيء والله 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 لو تكب أبي باكج بشتري بطلب باكج عطني الرابط بس أقول لك الرابط والله لو تكب قهوة هني إنك تغسلها خلال دقيقة فعلا سواها قدامي يا أخي أبي والله جبله 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 بوكس لا 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 با خلاص حبيبي إعلان إعلان لا ضيع علينا الله يهديك لا لا والله ابو لا والله تعرف الناس عارفه رمزيه لا لا والله بطلب انا ابغى بس كم الخصم الخصم طال عمرك اسعار مثل ما قلت لك رمزيه ما يعني ما تستاهل خصم لكن اذا دخلت الكود يوصلك الى البيت مجانا بيض الله وجهك اللي وانت منسدح يا سلام خالجنا فقنا يا رب حق اليوم العصير لما فتحته مثل ما قالوا رمز قبل هذا والله اللي ما يبلها اعلان ولا يبلها شيء ضيعت ها وقته وقته باخضر نادر اني اكل عيشه لازم مع هذا انا والله العظيم والله لا جاك بارد لا جاك عليه تقول ضباب هذا او كيف ضباب يخرج عليه تقول مو تمثلك تقول مو فهمت يا احمد انا ليش احبك في الله سؤال صفى قلبي الله يجود عليك يا مرحبا جاي في عافية على حلال القناه كلو كلو ترى ما كنت ما راح اكل انا ولد ابو ولد منجوع ما منجوع جهز نفسك في المطبخ متى؟ يوم الأحد إيه؟ أنا وأنت كنا ندحدر وراح دمنا ندحدر يوم السبت ها حياة ما مضمونة يا أبو عيد ما أدري يمكن يوم لك ويوم عليك تطلع إبراهيم قصدك لا لا إن شاء الله والله شرفت بكل إبراهيم إن شاء الله البرايم هذا إن شاء الله نجيب عفو إن شاء الله بإذن الله عفو إن شاء الله جانا عفو إيش البرايم بس هي ما هي ما صادق هي ما بحالها والله إبراهيم ذا بيجرب واحد إي والله لازم يطير الدنيا خير الدنيا تابع ولا هي بمناسبة تعيين زياد الشهري جاي مبروك ومن أبو صالح الله يبيض وجهه صالح والله يبيض والله أبو صالح يجعل أبوه للجنة أي والله أبو سعد الله يوفقه آمين سامي تعبان يا ولا محمد قوم يا شباب محمد لا تريك الخميس كذا يا ولد احنا كنا يمين اي قلت الخميس مفتوح ما طلعت عنكم اكل وجوائز بعد احنا حصلنا شيء والله ما احنا اسهم احنا حصلنا واحد جاه 100 سهم الا احمد على والله انا اشتريت صمه انا يسمعون الله لا يوفق قل والله الجاد عن هذا المتجرين انا خا والله ايش قلت الماء 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 هذا لا تقول لك يقول لك
تاخذ خصم الحين هذا هذا تاخذ خصم اذا بس اوه ها يلا شباب صلاه ابشر صلينا يلا بالخط اللهم لك الحمد منام الصاحي الله عليكم حلاك حلاك يا ابو سعد يا القنعه طول عمرك يا حبيبي جوز الله يتعب اخو انت تدري اني مشتاق لك ها تدري اني مشتاق لك كنت ما اتغدى لين يجي احمد يا عمر حتى انا شفتك قلت والله احنا ولد ابوي ولد اني اطلع له عشان اجهز لي كذا مسرحيه فهمت مني مسرحيه جهزها اشتغلت فيها الله يوفقك امين يا عين اخوك يا قلبي قلبي من ايام يرجع له بالسلام حر فاتنة فاتنة حر اليوم هذا هو حر الدنيا لكن حر جهنم طب كنت فين يا لا ابغى